بن مبارك شخصية العام الرياضية لعام 2017، والتكريم يشمل 28 اتحادا رياضيا و541 شخصية. لجنة دوري المحترفين تكشف القائمة الأولية لجوائز الموسم. العين يكمل استعداداته للعبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. أهلا بكم من الإمارات، من الأرض الطيبة بأهلها وناسها وفعالهم الكبيرة. أهلا بكم من ملتقى الحضارات ومنارة الإبداعات، حيث تكريم المجتهد عادة أصيلة وتقدير المبدع نهج حكيم. هكذا علمتنا قيادتنا وهكذا يكون الوفاء. أهلا بكم من جديد في أبوظبي اليوم. بين جوائز أصحاب الإنجازات الرياضية عن عام مضى وجوائز لجنة دوري المحترفين عن موسم اقترب من الرحيل، ننتقل لنقلب أبرز ما دار في اجتماع هيئة الرياضة الماراثوني ونسأل ما الجديد؟ مشاكل اتحاد ألعاب القوة هي لم تتغير، صراعات داخلية تحركها مصالح فردية ضجت بها الساحة، حتى الأمين العام بدأ ضجرا وهو يتحدث عنها وله الحق في ذلك. كل محاولاته لرأب الصدع باءت بالفشل، وأي محاولات مقبلة لا يبدو لها أي أمل. الحلول هي ذاتها، إما جمعية عمومية تدعو لها الأندية، استقالة جماعية يقدمها الأعضاء المعترضون، أو يستقيل الرئيس وينهي حالة الفوضى والتخبط التي تعيشها أم الألعاب. أم الألعاب التي قامت أخبار لجان التحقيق فيها مقام أخبار إنجازاتها وحلت عناوين صراعاتها الإدارية محل أرقامها التنافسية، ولا داعي لكي نستفيض. فنحن عند الحديث عن هذا الاتحاد كمن يؤذن في مالطة، ولعل تصريح الأمين العام يكفينا الاستفاضة في الكلام. أما اتحاد السباحة فهوضاع لا يحسد عليها، تركة من الديون، لائحة من الديانة ومجموعة من الغرامات تركها الاتحاد السابق لتجمع فواتيرها على طاولة الهيئة، في مشهد يدفعنا للتساؤل حول آلية الإدارة المالية في بعض اتحاداتنا ومدى حاجتنا للرقابة عليها حتى لا يتكرر ذات المشهد. أسئلة كثيرة في محاور متنوعة على مائدة أبوظبي اليوم. نبدأ بجديد الأخبار، فتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يقام الأحد المقبل حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية في نسخته 12 بقصر الإمارات في العاصمة أبوظبي. وخلال مؤتمر صحفي تم الكشف عن تكريم 28 اتحادا و541 شخصية مكرمة. كما أعلنت الهيئة العامة للرياضة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح شخصية العام 2017 الرياضية.
عقد صباح اليوم في مقر الهيئة العامة للرياضة بدبي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل وقائع حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية 12 المقرر إقامته صباح الأحد المقبل تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبتنظيم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة شؤون الرئاسة في قاعة الاتحاد بفندق قصر الإمارات في أبوظبي. وتم الكشف خلال المؤتمر عن شخصية العام الرياضية وهو معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وذلك لما عرف عنه من العمل الدؤوب والمتابعة الدائمة للشؤون الرياضية بشتى مجالاتها طيلة فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة. وسيشهد الحفل تكريم 541 شخصية ممثلين ب 28 اتحاد حصلوا على مجموع 540 ميدالية بمجموع 261 ميدالية ذهبية و 154 ميدالية فضية و 125 برونزية، إذ تبلغ مجموع المكافآت أكثر من 18 مليون درهم. ويعد اتحاد الإمارات الجوجيتسو أكثر الاتحادات تحقيقاً للإنجازات ب 28 ميدالية عالمية، فيما يحصل اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين على أكبر قيمة مالية من المكرمة. أعلنت لجنة دوري المحترفين القوائم الأولية للمرشحين لجوائز دوري الخليج العربي لست فئات مختلفة، وبدأ التصويت على المرشحين اليوم ويستمر حتى الأحد المقبل، على أن يتم الإعلان عن أفضل ثلاثة مرشحين عن كل فئة في 23 من هذا الشهر، ثم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جائزة دوري الخليج العربي في 10 من مايو المقبل. ست فئات تزين عرس جوائز دوري الخليج العربي بعد موسم طويل شاق محتدم المنافسة. القائمة الأولية على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي تتنافس عليها 10 أسماء، من بينها هداف الجزيرة علي مفقود وقائد العين عمر عبد الرحمن، وكلاهما سبق له التتويج بالجائزة. أما جائزة أفضل لاعب أجنبي فيتقدم الأسماء العشرة هدافا الوصل البرازيليان ليما وكايو إلى جانب جميع محترفي الوحدة. وجاءت قائمة المدربين المرشحين بخمسة أسماء شكلت الفارقة هذا الموسم، على رأسها مدرب العين زوران ماميتش وجارب السعادة للوحدة لورينت ريجي كامب، إلى جانب رودولفو أروا بارينا مدرب الوصل. وسيتصارع خمسة حراس مرمى على لقب القفاز الذهبي، وفي مقدمتهم خالد عيسى حارس مرمى العين والشاب محمد الشامسي حارس مرمى نادي الوحدة. وفي جائزة الفتى الذهبي المخصصة للاعبين مواليد 97 فما فوق سيطر لاعبو الوحدة الواعدون على القائمة بوجود أربعة لاعبين. وللجماهير دور كبير في تسيير جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير التي حملت عدة أسماء كبيرة قدمت أداء استثنائيا طوال الموسم. ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة على أفضل ثلاثة مرشحين عن كل فئة في 23 من الشهر الجاري. قوائم المرشحين لجوائز دوري الخليج العربي أول المحاور التي نطرحها على طاولة الحوار في هذه الحلقة من أبوظبي اليوم، التي أبدأ الترحيب فيها بضيوفي في هذا المحور. الأستاذ وليد الحسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، أهلا وسهلا فيك وليد، سعداء بوجودك وشاكرين لك تلبية الدعوة. شرفنا بالحضور. كما أسعد بتواجد العالمي خالد بيومي المحلل الفني في أبوظبي الرياضية اللي منورنا اليوم في أبوظبي اليوم. أهلا وسهلا فيك أبو عمر. أهلا بك أبو سعد. أعلنت بالأمس قوائم الأسماء المرشحة لجوائز دوري الخليج العربي عن هذا الموسم، كيف شفت ردة الفعل بعد إعلان الجوائز وليد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخوي إسامة، قبل نتطرق للموضوع هذا عندي حابة أوضح شغلة مهمة جدا. تفضل. إن إحنا في لجنة دوري المحترفين نعمل بشكل دوري سنوي، إن نعمل تقييم للمعايير والآلية اختيار أفضل جائزة أفضل اللاعبين. على هالأساس عملنا أفضل عملنا دراسات مستفيضة وطلعنا لأفضل الممارسات العالمية، وقررنا نعمل شراكة مع شركة رائدة في هذا المجال اسمها سبورت رادار.
تعمل لدى الاتحاد الأوروبي وتعمل لدى دوريات عالمية. الشركة هاي متخصصة بعمل الإحصائيات الرياضية في المباريات. من خلال هالإحصائيات هي تزودنا بأداء نقدر نقيم أداء اللاعبين خلال الموسم كامل. فبناء عليه مثل ما شفت احنا الأرقام لا تكذب مثل ما يقولون. احنا قاعدين نقيم 350 لاعب في 12 نادي. أداءهم في الملعب. الناس تحكم على مباراة مباراتين ثلاث. احنا الأرقام تبين لك جهود اللاعب هذا من أول مباراة لآخر مباراة في الموسم. فأتوقع الآلية اللي وصلنا لها هذه شبه ما بقول مثالية شبه مثالية. أيضا بنتم نقيم المرحلة هذه وراح نطورها في المستقبل. أيضا ما اكتفينا بالإحصائيات الإلكترونية. فوق الإحصائيات لم نقفل الرأي الفني ورأي الإعلام ورأي الجمهور. ووضعنا نسب معينة ممكن أستاذ خالد بعد يعطيكم نبذة عنها، اللي هي كل طرف يكون له دور في اختيار اللاعب الأفضل في دوري. في النهاية نحن نبغي نبرز مجهود وأداء اللاعب. ليش قدمت الحديث عن الآلية قبل الحديث عن ردة الفعل؟ لا، ردة الفعل هاي طبيعي أخوي سامة. إحنا حتى لو نشوف على مستوى العالم الناس كلها تختلف منه أفضل، ميسي ولا رونالدو. الناس تختلف في كثير من الأمور، لأن في النهاية الجمهور يحكم العاطفة. أنا في النهاية قلت لك الأرقام لا تكذب، وإحنا جبنا قائمة الترشيح هذه العشرة الأفضل على مستوى بين 350 لاعب. فهي الأرقام هي اللي رشحت اللاعبين وليس أشخاص معينين ولا رؤية فنية معينة. هي حسب مجهودهم في المباريات وإحصائياتهم اللي أدوها في خلال مبارياتهم في الموسم. لما نحن نتحدث عن الأرقام، في أرقام متفاوتة بين لاعبين موجودين في ذات الفئات المرشحة. وضح لنا الأرقام أكثر، شو الأرقام اللي تفرق أكثر في وجود لاعب وعدم وجود لاعب آخر؟ لا، هي الأرقام ما في تفاوت. هي بين في تفاوت. كيف ما في تفاوت؟ في لاعبين مباريات أقل موجودين، وفي لاعبين مباريات أكثر ومش موجودين. ترى هي مش معيار واحد، هي عدة معايير. أنا عشان كذي أبغيك تقول لي شو المعايير الحاسمة في الموضوع. هي شوف المعايير الأساسية أخوي أسامة، هي أول شيء المركز اللاعب شو. مهاجم يفرق من مهاجم، من الوسط، من المدافع. المهاجم يعتمد على صناعة الأهداف وتسجيل الأهداف، المدافع على قطع الكور والأمور هذه، هاي كلها مأخوذة في الحسبان. عندك عدد التمريرات الصحيحة، عندك منع تسجيل الأهداف، عندك حسب المركز طبعا، وعندك اللعب النظيف والحالات الانضباطية. هاي كلها تخصم من نقاط اللاعب إذا كان حصل على كروت صفراء، كروت حمراء، ولا حالات انضباطية تم الإقرار فيها. حسب الإحصائيات اللي عندنا أخوي، يعني في ناس تقول لك مثلا فلان لاعب نادي الفلاني متألق، وتألق في آخر ثلاث مواسم. أعطيك على سبيل المثال مثلا تيغالي في بداية الموسم ما كان متألق، في نهاية الموسم عمل أرقام جيدة خلته يكون من مصاف اللاعبين الموجودين في الأجانب. أنا بس لو تسمح لي أنت تقول لي في تفاوت في الأرقام. طبعا هي العملية حسابية جدا معقدة، وقلت لك الشركة هذه رائدة في المجال. أنا بس لو ما أدري وين الكاميرا، بس تشوف الإحصائيات والأرقام اللي تطلع على كل لاعب. طيب أسامة بس تأخذ لنا، ونحن ما بنقدر نقرأ يعني، بس أنا عشان كيف العملية واضح إن بس أنا أشوف أرويكم الأرقام. إيه؟ هي ماتريكس معقد جدا على كل لاعب. مثلا على سبيل المثال اللاعب اللي سجل هدف في خلال المباراة، هذا الهدف ساعد فريقه أيضا يحصل بونس. اللاعب اللي انطرد والفريق خسر من الطرد هذا يحصل تنخصم من النقاط أكثر من الفريق اللي طرد وفريقه فائز. فكل هالمأخوذة في الحسبان. هي عملية دقيقة جدا أخوي إسلام، وقلت لك في النهاية الأرقام هي تعطيك المصداقية في الأمور هذه. طيب، وأنا لما أتكلم مع خالد دائما أقول هالنقطة، يعني خالد معايش الحالة، مو بس عندنا معايش الحالة، حتى في الكالتشيو دائما في إيطاليا مع جائزة نهاية الموسم يكون في كثير كلام حول هذا الموضوع، والحديث حتى عن المعايير والطرق اللي توصل فيها إلى اختيار القوائم الأولية. أنت كم مقتنع بعملية أن الكمبيوتر ممكن يفرز لك فعلا الخيارات الأصح؟ يعني ممكن أقول لك 20% فقط لغير، والدلالة لهذا أسمى بالمعطيات والآلات اللي بيقولوها، ما فيش مدافع هياخد أفضل لاعب في الإمارات إطلاق. ولكن البونص طالما بتاخد على التهديف وبتاخد على العملية الهجومية أكتر يعني من الكلام اللي اتقال، وبالتالي هتلاقي أفضل لعيبة هم الموجودين يا إما صناع لعب يا إما رؤوس الحرب. وهذه حالة عامة في العالم كله. حالة عامة في العالم كله، وبالتالي الكمبيوتر بوجهة نظري الشخصية يعني ممكن ناخد منه 20%.
انما بنتكلم على اليات مشاهده ومتابعه مني ومنك ومن الاعلام ومن الجمهور. لا، في مجموعه لعيبه كان من المفروض ان تكون موجوده في ضمن الاحصائيه او ضمن اللعيبه المتواجدين في الوقت الحالي في القائم. لعيبه لها دور كبير جدا في الملعب، لها اساس في الملعب. واحد اخص بذكر مثلا احمد برمان، احسن موسم عمله ليه السنه دي وليه دور كبير جدا في الامارات ومع نادي العين، اذا كان في دوري ابطال اسيا او حتى في دوري الخليج العربي. احنا بنتكلم على دوري الخليج العربي ولم يذكر في القائمه، وده دليل قطع ان الكمبيوتر لا يذكر كل شيء، ولكن الكمبيوتر بيهتم اكتر بعمليه صناعه اللعب وعمليه احراز الاهداف، وده مؤثر كتير على عمليه اختيار الاليات بالنسبه للتعامل. النقطه الثانيه، في لعيبه موجوده واماكنها حساسه جدا زي عدم قبول الاهداف. عندك احسن خط دفاع موجود في الدوري شباب الاهلي، ما فيهوش لعيب واحد بس. طب انت عندك وليد عباس عامل سيزون مع شباب الاهلي في ظل المستوى العام لشباب الاهلي سيء جدا، ولكن من افضل اللعيبه اللي موجودين في شباب الاهلي، واحد من اللاعبين اللي مخلي فرقه شباب الاهلي افضل خط دفاع. وبالتالي الكمبيوتر من وجهه نظري الشخصيه ممكن تاخد منه 20%، ولكن 80% ممكن تحسب للاعلام المختص، لكباتن الفرق، لمديرين الفرق. ولكن عندنا برضه هنا شيزوفرينيا في كباتن الفرق ومديرين الفرق. ما عندناش الثقافه العاليه اللي موجوده في اوروبا ان ممكن واحد يختار من نادي ثاني، لا انا اختار بتاعنا. ده مش خطا. طيب انت 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 قلت ان يعني الارقام هذه لها جزء في تحديد العمليه هذه، بس الارقام مثل ما قال كابتن خالد، يعني في لاعبين اهميتهم مطلقه في فرقهم واهميتهم ما لها علاقه في صناعه الاهداف او في استقبال الاهداف. صحيح. عمليتهم في افتتاح. شوف انا اتفق مع جزئيه خالد. إيه ما خليني اكمل لك، هذه 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 الكمبيوتر ما يعطيك اياها. مع هالاساس احنا ما اعتمدنا على الاحصائيات 100%. كم نسبه تاثير الاحصائيات في الاختيار؟ نسبة تأثير من أي ناحية؟ نسبة تأثيرها في الاختيار، يعني أنت الإحصائيات هذه هي نحن العامل الأساسي. الاختيار قائمة موسعة هي 10 مرشحين، هل نحن نحتاج، لأن حسب هو ذكر بالسبيل المثال أحمد برمان، أحمد برمان حسب الإحصائيات اللي عندي من توب 20 مش توب 10، فهمت؟ هذا على حسب الأرقام. الكمبيوتر فأنا أقول لك الكمبيوتر هو ميز اللاعب هذا حسب مركزه. في جزئيه ثانيه بعد لا تغفلونها، في لاعب مثلا على سبيل المثال شوتاني، هم حاطين المسجل في نادي العين حتى لو تدخل على الاحصائيات لاعب وسط، فعليا هو يلعب باك. صحيح. ويلعب في مراكز دفاع مدافع. فالاليه الحسابيه تغيرت عليه هو، لان صار الوسط يعني الحين انت تبني عليه على اللي هو مسجل فيه في الموقع عندك، ولا على المركز اللي هو يلعب فيه في الملعب؟ المسجل على الموقع والمسجل على الاحصائيات في الملعب. اي بس انت احصائياتك في الملعب، ما انت تقول كمبيوتر، لانه هو يلعب وسط ويلعب مدافع. اي بس في الكمبيوتر الحين، الكمبيوتر وين مسجل شوتاني؟ مثلا مدافع. وحتى اسامي الاسيا مثلا ولا مدافع. اي يعني اسف المؤتمر، انت قايم على مدافع. لا بس انا اعطيك مثال. يعني شوتاني شو الكمبيوتر شو سوى؟ عشان كذا اقول لك انا اتفق معه. الكمبيوتر هذا في النهاية أرقام، 1+1=2. أوكي؟ بس كابتن وليد الفكرة مش فكرة كمبيوتر 1+1=2 أو هو إيه مركزه في الملعب، بس هو ما يختار أفضل لاعب. الاختيار بتاعنا إحنا المفروض يكون مبني على أداء لعيب طول السيزون. طول السيزون هو اللي يفلتر لك، يعني في النهاية أنت مخلي الكمبيوتر هو يفلتر لك، وبعدين أنت تروح على عملية التصويت وعملية يعني أنت في النهاية الكمبيوتر هذا هو اللي يحصر لك المرشحين. بوزايد إحنا عندنا 350 لاعب موجود في الليستة، ما اختلف. صح. أنت الحين في الطالب المتفوقين، إذا كان عندك صف في 10 متفوقين علاماتهم في التسعينات، كيف تفرق الترتيب؟ ما اختلف بالنتائج بالأرقام. ممكن تأخذ أرقام، مش معناته هذا مش متفوق. هذا متفوق يجيب تسعينات، بس هذا يجيب 95، هذاك يجيب 97. شوف الآلية في النهاية بعد تفرق. الآلية في النهاية هذه ممكن انت تعتمد عليها، عشان كذي انا سالتك كم نسبه اعتمادك عليها؟ يعني هل هي بنسبه 100% ان 15 هي هني حسب هاي 15% الاحصاءات الالكترونيه. ايه 15% اختيار اللاعب. طيب 25% للفنيه هي المدرب و25 للاعب و25 للاعلام و10% للجمهور. ايه بس انت الحين هذه ال 15% هي اللي وصلتنا للعشره. للعشره. ايه ما انت خلاص يعني انت ما تقدر تطلع من زين. بزاد انا بذكرك قبل وانت كنت معانا، يعني في قبل كنا نعتمد على رؤيه فنيه، وكان في مجموعه ناس من اللجنه الفنيه يطلعون على القوائم، وبناء على نظرتهم الفنيه يختارون قائمه. صحيح. وبعد يستوي فيها لغط، يعني في تساؤلات ليش اللاعب الفلاني مش اللاعب الفلاني. ايه يستوي هو مش علم، وهذا موجود في كل مكان، يعني موجود في العاده انه تختلف ليش هذا اللي فاز وهذا يا الثاني.
لا بس ما تختلف ما توصل ان انت تختلف اصلا على ان واحد انت مرشحنه انه يكون هو الافضل وما يكون ضمن العشره. بس انت عندك حتى مثلا على قائمه الافضل لاعب في الجمهور هذا ما حطيناه لاي معايير. حلو مثلا لحظه اعطيك مثال هذا استفتاء انت مثل مو باستفتاء هاي جائزه ايه هاي بدون اي معايير فانت كيف انا يعني أنا كيف بدون معايير يعني على اي اساس يعني ما في عدد مباريات ما في انذارات ما في اي لاعب يدخل فيه ها شو اللي خلاكم تختارون احنا اخترنا هذه الجائزه على اساس ناخذ اللاعب حسب اختيار راي الجمهور اولا ثانيا استفتاء جماهيري شعبيه اللاعب اللي عنده شعبيه عند جماهيره وانديته هو يحصل حتى لو لعب مباراه واحده ممكن لكن حسب شعبيته وحب الجماهير عنده ممكن. بس الناس ما تتكلم عن الاستفتاء الجماهيري كثر ما تتكلم عن الجوائز اللي هي الجوائز اللي تخضع للمعايير هذه اسامه لو شو ما طلعت لك قائمه بتلاقي ناس عندهم رؤيه فنيه تختلف ما اختلفنا بس انا اجتهدت وقلت لك طبقت افضل الممارسات الموجوده الدوليه طيب يعني ما الفت شيء اخترعته من عندي ما نقول لك ان انت الفت نحن في النهايه نوصل لك اسئله الناس بالعكس نعم وحتى عند يعني نحن ابو عمر موجود معانا لان ابو عمر رجل فني ومتابع الدوري بحذافيره صحيح انت اليوم لما تي وتقول لي انا اخترت هذه الاسماء قياسا على الاليه اللي هي الاحصائيه طيب بالدور الفني وين انتم كانت عندكم لجنه كان فيها اللعب. موجوده هي هاي تم اعتماد اللجنه الفنيه ايه من اعضاء اللجنه السنه بقياده عبد الحميد مستكي لا لا انا ما اتكلم عن اللجنه الفنيه اللي هي اللجنه الفنيه في لجنه دوري المحترفين انا اتكلم انه كان في محللين وكان في مثل مستشارين للجنه اللي هي تختار المرشحين كان في هذا في السابق هذا في السابق كان عندنا لجنه فنيه مختصه من مدربين ولاعبين سابقين يعني كان في حتى ذكر زبير بيا العام صحيح وكانت تختار اللاعبين المرشحين وبعد السنه كان في ولا ما كان في لا ما كان في بس الحين انا قلت لك كيف عودتوا طيب انتوا الاحصائيات الاحصائيات الرياضيه مع انت كل شيء تعتمد فيه على الاحصائيات هذا العالم كله معتمد عليه مش انا بس يعني انا قاعد اقول لك الارقام ما تصح حسب انت نظرتك للموضوع ممكن يكون فيها مثلا اعطيك مثال لاعب تالق في اخر ثلاث اربع مباريات احنا الناس تحكم ساعات بالعاطفه يقول لك هذا اللاعب يستحق يكون توب 10 زين يا اخي من ال 17 مباراه المفروض يلعبها يا اخي بدع لي في ثلاث مباريات انت نسيت ال 14 مباراه قبل فهمت؟ فالناس الرؤيه الفنيه ساعات تتاثر بالنتائج الاخيره البرسبشن مالهم وين وصل ما اقول لك الاحصائيه هي دقيقه 100% كده وفات تاثير على الجائزه لو نتكلم على اخر ايام تاثيرها على اللعيب او عدم على الجائزه تاثر على الجائزه انما لو انت تكلمت بس حتى القائمه النهائيه يا كابتن بس يا كابتن انت لو كلمت على توتال سيزون خلاص انا بعد ما يجي سيزون كامل العب فيه واكون واحد من الناس المؤثرين جدا بالنسبه لفرقتي في كل الخطوط وفي الاخر اللي يتم اختيارته من التوب 10 انا هلعب ليه كره السنه الجايه وده بيأثر على الفكره المنتخبيه كمان يعني حتى قيمه الجائزه ومصداقيتها عند الجمهور بعد تنخفض وليد يعني انت اليوم لما تي وتبغى تحافظ بالعكس انا اشوف الاسامي اللي موجوده يعني اسامي تستحق كم اسم من الاسماء العشره يستحق انهم يكونوا موجودين في العشره خالد من دون ما نذكر اسماء يعني بس اعطني عدد كم اسم ممكن اقول لك اثنين فقط لا غير اثنين بالنسبه للمجموعه الاولى اقول لك ثلاثه لا ثلاثه اربعه خمس لعيبه خمس لعيبه خمس لعيبه بس وجهه نظر مين اللاعب اللي انت غير احمد برمان اللي انت كنت متوقع انه يكون موجود ومش موجود سلطان الغفري الوحده هل انت أنا عندك اعتراض على سلطان الغفري السنه دي لا ولا عن محمد عبد الرحمن انا شخصيا انا كنت محمد عبد الرحمن كمان تفاجات في بعض الاسامي اللي ما موجود سلطان الغفري واحد منهم بس محمد عبد الرحمن بس انا لما اشوف الاحصائيات انت يا جماعه قلت لكم كل شيء محسوب اي طيب كم عدد كروت الصفر كم عدد كروت الحمر في لعيبه تفوق عليك كل مباراه يلعبها اساسي نقاط اضافيه كم عدد المباريات اللي يلعبها انا عندي فريق يعني هل هذا ما تحسبها؟ اي احسبها هل انت رميت كل شيء لا ويت على المباريات القليله اللي هو لا مش مباريات قليله اي حد يشوف المباراه حسب الارقام انا اكلمك ارقام وسام قلت لك في النهايه الارقام ما تكذب اي اما انت معتمد في حجتك على الارقام نحن نعتمد في حجتنا على النواحي الفنيه اللي نشوفها من اللاعب في كل مباراه يعني سلطان الغافري لاعب ما يسجل لاعب مش مدافع اي بس ينحسب له ينحسب له كم كره قطع كم تمريره صحيحه يعني حسب عدد المباريات اللي لعبها حسب مركزه هو ما عندوش كور صحيحه خالص لقدام ولكن هو دوره في الفرقه شو معناته؟ معناته شوف في شيء لا لا خالص دوره هو دوره تمريره صحيحه فيه. مش لازم قدام لا في طبعا تمريره صحيحه كتير جدا عنده انما هو الدور المكلف فيه كرجل يعتبر
ليدر في نص الملعب وشايل فرقه على كتفه كلها كسلطان الغفري وما تحطش في التركيب في التوب 10 يعني انت اليوم تتكلم عن فريق هو بطل بطولتين السنه هذه وثاني لين الحين ثاني بطوله الدوري ولا لاعب محلي من تشكيلته موجوده في افضل لاعب محلي في بعد هذا امر يخليك تستغرب وليد هي احنا شوف شو احنا انتم نفسكم في المحللين كنتوا تتكلمون عن لاعب الاماراتي عنده مشكله شو هي ثبات المستوى طول الموسم يعني اللي مختارينهم انتم هاي لمستواهم كان ثابت طول الموسم حسب مشاركات حسب ادائهم في الملعب حسب هاي معناته قاعد يجمع نقاط بدون اسماء كابتن وليد انا شايف ان خمس اسماء عندي ما عندهمش اي ثبات في المستوى وانا لا انت متفقين ان اللاعب الاماراتي بشكل عام لا على مستوى العالم كله اللاعب العربي عامه ما عندوش مستوى ثابت انما لما نيجي نتكلم على مستوى ثابت يعني احنا اذا كنا بنقارن دول فيهم 50% عندهم مستوى ثابت في مجموعه من الاسماء اللي بره عندها 60-70% مستوى ثابت في لعيبه تجاوزوا 12 مباراه موجودين ايه بس هذا اللعيب اللي انا اعرف في لعيب اللعب مباريات قليله تلاقي تشوف كم جول اسيست وكم جول هاي بونس في النهايه هذا قيمه اللاعب اللاعب يسجل اكثر دائما ليش كريستيانو رونالدو دائما يقارنونه في ميسي وهل لان اللاعب قاعد يسجل يعمل الفارق فريقه هو يلعب كل الموسم اكيد بيكون اعلى عن الثانيين بو زايد انا قلت لك النهايه نحن حطينا قد ما نقدر في الالجوريثم هذا كل جزئيه لكل مركز وحتى قلت لك لدرجه استاذ خالد حتى لدرجه الهدف اللي سجله اللاعب يفرق الهدف هذا اذا كان هدف فوز ولا هدف قصده كابتن وليد انت اعتمدت على الكمبيوتر والاحصائيات في لازم مجموعه اشخاص يفلتروا الكلام ده يفلتروه شو اللي منع انكم تستعينون يا اخي برؤيه فنيه بشريه يعني شو اللي جنبكم الاستعانه بالعنصر البشري هي قلت لك هي اول تجربه وقلت لك احنا بشكل دوري اسامه قاعدين نقيم وهالتجربه راح تتقيم في الفتره السابقه عملنا واعتمدنا على رؤيه ناس فنيين وبعد جتنا نفس الشيء بعض الامور اللي كان فيها سلبيات وكان فيها اقطاع دائما مش بس عندنا هنا في الامارات في كل مكان في العالم بتلاقي هالامور موجوده اختيارات تشكيله خيار افضل اللاعبين فاحنا ما احنا هاي اول تجربه لنا راح ننظر لها وراح ناخذ طبعا اراء الجميع والملاحظات اللي موجوده وراح نعمل تقييم من خلال اللجنه الفنيه. زين على الارقام منو افضل العشره؟ لا هاي كونفدنشال على الارقام الارقام لان هاي راح تاثر على الترشيح ما تاثر على الترشيح على الارقام منو افضل العشره؟ هاي كونفدنشال امور سريه ما اقدر اطيح فيها هي احنا اعطيناكم التوب 10 هي ما عليك صورناها على الكاميرا على فكره انا لا صورت لكم ارقام مش بدون اسامي ما عليك اعرف شو اطلعها طيب بس اخوي اسامه شوف احنا قلت لك في النهايه ارتئينا ان هذه هي الطريقه في النهايه هي اجتهاد قابله للصح وقابله للخطا واكيد بيكون فيها بعض السلبيات احنا راح نقيم سلبيات انتم ملاحظين ان السلبيات هذه ظهرت بشكل مبكر كل سنه بيكون فيها سلبيات بس احنا في النهايه قاعد نتطور لا ننكر ان انت قاعد تشوف اسامي ناس ما كان الناس تفكر فيها بس هذا انا اعطيته حقه بعد انت في النهايه اعطيته حقه ليش؟ لان قاعد يقدم مستوى حتى لو ما كان بيج نيم ولا حتى كان في نادي ضعيف ولا خلاص اسمه بيكون موجود لو اعتمد على رأي الفنيين بتركز على الفرق الكبيره والاسامي الكبيره اكثر شيء، مع احترام الشخص لكل الفنيين والرياضيين بس انت تاثر على يعني انت اليوم يوم تي وتحط مثلا يعني على سبيل المثال مثلا نادي الوحده، اربع لاعبين اجانب من نادي الوحده، حتى رئيس مجلس شركه الوحده علق على الموضوع وقال انه انا اتمنى ان الجمهور يتفق على لاعب اجنبي واحد لان الاربعه هذول يضيعون الترشيح. على فكره هاي نقطه جدا مهمه، ممكن احنا نقول على كل نادي عدد معين من اللعيبه وبس. هل ممكن؟ إذا كان استكورات اللعيبة هذه حد ينكر اللاعبين الأجانب في الوحدة متميزين؟ في اثنين من لعيبة الوحدة للحين مستقبلهم مو واضح يمكن ما يجدد بس مش متميزين؟ رأيك شخصي يعني أنت تقول أنهم متميزين؟ بغض النظر عن الأسماء أنا أشوفهم متميزين والدليل أنت تشوفهم الأرقام تشوفهم متميزين؟ الأرقام عطت أرقام جاوبتك وحطتهم مش أنا اللي حطيتهم ولا لجنة فنية حطتهم الأرقام هي حسب نتائجهم حطتهم عرفت؟ أنا أقول لك في النهاية هي تجربة. ونفس ما تفضلت أنتم قبل والسنة الماضية حصلنا بعد انتقادات على القائمة مع أنها كانت هي مكس كان في نسبة بسيطة للكمبيوتر اللي هي بس الأسيست والأهداف ونسبة بسيطة للجنة الفنية. وبعد حصلنا على انتقاد على القائمة النهائية، في النهاية أخوي أسامة قلت لك هذا اجتهاد وراح قابله هي ما علي أن الانتقاد يكون في المرحلة الأخيرة كثير أرحم من أنه يكون من المرحلة الأولى. أنت اليوم لا مش المرحلة الأخيرة حتى المرحلة الأولى لا أنا أتذكر كان الانتقاد
في موسم من المواسم على ان الاول كان يستحق الثاني والثاني لا هذه تستوي كل مكان في العالم. ايوه هاي تستوي كل مكان لانه في النهايه بس انت لما تي العشرة بس انا اللي مريحني ابو زايد ان انا حطيت معايير واضحه وهالمعايير تطبق على الكل ما فيها هرم حق اي لاعب. ايه بس نحن نتكلم عن كره ما نتكلم عن لا انا بقول لك يعني انت الحين ضربت مثال في لاعب انت الحين حطيت في الحسبان القرارات الانضباطيه اللي اخذها، حطيت في الحسبان الانذارات اللي اخذها، حطيت في الحسبان كم هل اللاعب اللي يلعب موسم كامل محافظ على نفسه وعلى صحته وعلى ما في اصابات ما في هذا. كابتن ريد لازم يخش في معايير كمان مدى تاثير اللاعب الاجنبي مع فريقه، يعني واحد زي الشوتاني ازاي ما تحطش في المجموعه ديت، واحد زي سامو روزا بتاع حتى ازاي ما تحطش، واحد زي كوني بتاع عجمان حيدروف لعيب عنده 36 سنه 37 سنه ازاي، واحد مؤثر جدا مع فرقه امكانياتها بالمقارنه بالاسماء اللي موجوده امكانياتها قليله جدا وكان لهم دور كبير ان هم يقعدوا في الدوري ويكون ادائهم جيد وادائهم ممتاز وثابت المستوى، ازاي ما تحطوش في وسط الناس ديت؟ استاذ خالد ممكن تقنعني الحين؟ اوكي الحين انت قلت لي لاعب عن لاعب بدون ذكر اسماء، كيف الحين انت بتقنعني ان هاللاعب افضل من هاللاعب؟ لا دي متابعه طول السنه، لا متابعه للنادي على شو نشوف بناته على شو مدى تاثيره في النادي بتاعه، مدى امكانياته مع فرقته، مدى مستواه الثابت طول السيزون. استنت على شو ان هذا مؤثر اكثر من هذا؟ لان الامكانيات الفرقه بتاعت مثلا الامكانيات يعني ما بنتكلم، قول لي مستوى فني، قول لي في المباريات هو شو سوى بينه وبين هاللاعب. ما لو هنعمل كل مباريات شو سوى دي المباراه ده الكمبيوتر مش هنشتغل فيها. تعال شوف وضع الفريق، تعال شوف تاثير على الفريق وشوف مركز الفريق في الجدول او وضع الفريق في المسابقات اللي يلعبها. ها موجوده ايه ترى موجوده ايه انا قلت لك الفريق اللي اللاعب يسجل هدف فريقه خسران ياخذ اقل من اللاعب يسجل فوز فريقه، كل شيء موجود في الحسبه اخوي سام. في النهايه هذا قلت لك اجتهاد وهذا المعايير احنا غطينا كل الجوانب الفنيه للاعب يعني اللي ممكن أنا نحسبها لاعب بونس. في اسمين بصراحه في اللاعبين الاجانب انا ما عنديش اي تصور انهم ممكن يكونوا موجودين، يعني من متابعه سيزون كامل بنتكلم عليه تابعنا دوري الخليج العربي معاك هنا في قناه ابو ظبي يا اسامه شفنا كل اللعيب، لما اجي ابص ان في لعيبه ثانيه دورها لمدرب ما عندوش كل الامكانيات المتاحه للفرق الاربعه الكبار الخمسه الكبار وفرق بتلعب على اخر جدول تلعب في نص الجدول باثنين ثلاث لعيبه وما تحطوش في التركيبات انا اعترض على الكمبيوتر وهم فعلوا الكمبيوتر. شوف هي اختلاف وجهات نظر لا يفسد الود قضيه، احنا في النهايه اختلاف في الود لكن في اختلاف في آلية الاختيار، يعني آلية الاختيار كثير من الناس يشوفون انها ما انصفت عديد من اللاعبين اللي مو بشرط الارقام دائما مزايد دائما احنا كل سنه انا قلت لك هاي مش اول مره نتعرض لانتقاد في اختيار تشكيل الموسع. هي بس مش اول مره بس احنا قلت لك هالمره انا عندي رد على كل لاعب شو سوى وكم حصل نقاط وين ليش تم اختياره. انا قبل ما نروح على بس آلية يعني حاليا انا مصداقيتي افضل عن كل مره. انا ما اشكك في لا ما تشكك انا اقول لك انا اشرح لك والاستاذ ابو عمر وللمشاهدين اللي هو الاهم ان انا اقدر اشرح ليش اللاعب الفلاني شيء علمي عن اللاعب الفلاني. طيب بالارقام المدربين مرات كانوا ثلاثه مرات خمسة، ليش استقريتوا على خمسة؟ احنا كنا اعلنا عن خمس مدربين، حسب المعايير اللي حطيناها بس اربع مدربين ترشحوا، فسوينا لان هي معيارين اساسيين للمدربين، ايه؟ نحقق 50% من النقاط ايه؟ وان يعدي نص كم عدد المباريات اعتقد؟ انت عندك في الموسم 22 مباراة في الدوري 50% من النقاط وال 50% النقاط المباريات اللي هو لعبها ولا الفريق لعبها؟ الفريق لعبها. ممكن يكون اللي تولى الاداره فيها، يعني مثلا واحد مسك نص الجدول في نص السيزون زي عبد العزيز العنبري ممكن يكون محصل نص النقاط بتاعته او 50% من النقاط بتاعته. عشان كذا احنا نبغى نوضح. نعم عدد المباريات 60 عدد المباريات يكون نص موسم. ايه و 50% من النقاط. يعني ما يمكن مدرب اربع مباريات يتخذ رقم الترشيح مثلا زين يكون بديل مين المدرب اللي ما كان من الاربعه و تنكات تنكات ليش حطيت تنكات؟ تنكات كان اعلى مدرب بعد ما شلنا المعيار ال 50% انتم اول معيار زحتوه 50% 50% اي نعم اللي هو 50% من النقاط اللي هو الاصعب يعني هي. فتم وجود تنكات حسب السيستم. انت مقتنع بوجود تنكات؟ حسب لقاء لا انا انت شوف انت انت انا حسب معايير اربع مدربين نجحوا اي اللي المستحقين وانت قول لي اذا انت تختلف عليهم يعني
يعني انت هديت الاربع مدربين يتكلم لا لا ما طيب ما انا ما هذه لا يستاهلون انهم يكونوا موجودين زين. انا اسالك عن اللي مستغرب انه موجود موجود قلت لك حسب النقاط اللي هو يابها وحسب بعد ما شلنا ال 50% من النقاط طلع تنكات ترى المدرب من ضمن السيستم يحسب الافرج مال نقاط فريقه فطبيعي انه يكون تنكات من احد من بعد ليفانوفيتش تفين ايمن الرمادي من دول ايمن الرمادي ما يب 50% ولا ما عندوش جمهور ما عندوش ال 10% بتاع الجمهور بس شو مقياس مظبوط يا اسامه ما عندوش ال 10% بتاع الجمهور ايفانوفيتش وبالتالي ايمن الرمادي مع فريقه السنه دي عامل انجاز كبير جدا انه قاعد في الدوري بامكانيات 5% 10% ما ننكر لا ما ننكر عبد الوهاب عبد القادر في سنه من السنين ما ياب عدد نقاط يعني مع اختلاف المعايير لكن وجوده كان منطقي يعني تفهم ان هذا المدرب ليش موجود انا اليوم تنكات اشوفه ما افهم ليش تنكات موجود تنكات ياب عدد نقاط والافرج اللي حققها اعلى عن كل مدربين طبعا غير الاربعه اللي فوقه اعلى ليش ما اقتصرتوا على اربعه؟ يعني ليش كنتوا لازم تكملون الكوتا؟ لان هي تم الاعلان عنها وهي ما راح تاثر يعني ما راح طيب تشوفها طيب انا بس بسالك عن موضوع بالعكس انا اشوفها ان هي اضافه لشريحه من اي نادي كان سواء الجزيره ولا النصر ولا اي حد انه يكون المدرب فرصه انه طيب يدعم بشكل سريع بس بوقف عند نقاط معينه التصويت الخاص بالانديه انتم عندكم الكابتن المدرب لاعب كابتن المدرب الاعلام ايه منسق الاعلامي في النادي او اعلامي اختار الاعلام الاعلام في النادي نفسه كل نادي كم صوت عنده؟ صوتين إيه. المدرب والكابتن يستوي يختار لاعب من فريقه ولا ما يصير؟ يستوي انتم مو بشالين هالمعيار طيب اذا صار وفي انديه ما صوتت على فكره هالجزئيه مطبقه في الفيفا نفس المعنى اي ما في الفيفا احنا نقول لك طبق افضل الممارسات احنا مو قاعد نخترع شيء جديد ما اختلفنا بس انا اسالك عشان نوضح لان مثلا في البريمير ليج ما يستوي اللاعب يصوت حق لاعب معاه في الفريق هذه ممارسه بعد موجوده نعم. صحيح ايه. صحيح لكن اذا في انديه ما صوتت ممكن ان شو يصير؟ لا هي كلها تصوت احنا حسب انا احيد السنه الماضيه في 5 انديه اعتقد ما صوتت لا كلهم صوتوا كل الانديه صوتت كل 14 كلهم صوت طيب لان احنا يصير تنسيق مباشر بيننا وبينهم على اساس ان نتاكد انهم صوتوا الجمهور لان ما يبغى له شيء اسامه يدخل على تويتر ولا الانستغرام ولا اي سوشيال ميديا ليش حصرت الموضوع على السوشيال ميديا؟ في الفتره الاخيره التفاعل الجماهير الكبير اكثر شيء والعصر الحالي كل شيء في السوشيال ميديا اكثر عن الاس ام اس بس هذا ما يمنع ان احنا نشوف خيارات اخرى يعني هي موجوده على كل التواصل الاجتماعي وعلى الويب سايت مال لجنة المحترفين. طيب انا باخذ ترشيحات خالد بيومي مين افضل لاعب مواطن من القائمه وبرا القائمه افضل لاعب مواطن قائمه وبرا القائمه ممكن اقول لك يعني هاخد عمر عبد الرحمن وافضل لاعب اجنبي افضل لاعب اجنبي اخذ ماركوس بيرج وافضل مدرب افضل هاخد ريجي كامب بالوحده وافضل حارس مرمى ليش الحارس ما يدخل في افضل لاعب مواطن لانه هو عنده جائزتين تدخل فيه اللي هي افضل لاعب اختيار الجمهور وافضل حارس اي بس شو اللي يمنع انه يدخل في افضل لاعب مواطن هاي قرار اللجنه الفنيه من المعايير اللي حطوها انه ما يدخل جائزة لانه عنده جائزه مخصصه للحراس اي بس مثلا يعني انت كان عندك في الفيفا قبل سنتين والعام حتى بوفون كان موجود مع الثلاثه فكره حلوه وقبلها بسنتين كان نوير موجود مع الثلاثه ممكن بعد احنا عاده احنا كل سنه ما نشوف ان حاليا السنه ما شاء الله عندنا حراس متالقين مثل الشامسي وخالد عيسى فعندنا وشامبي ومايد ناصر فعندنا حراس تالقوا صراحه ونافسوا للنجوم بس عاده ما يكون عندنا فممكن احنا نغيرها ونخلي اللعيبه يدخلوا من ضمن القوائم ان شاء الله طيب افضل حارس محمد الشمس الوحده وافضل لاعب صاعد وجهه نظري الشخصيه اللي انا شفته السنه دي ريان يسلم اللي انا شفته ريان مع اللعيبه الموجودين لان اكبر من ريان اكبر من 97 اكبر من 97 في ممكن يكون عندك يعني انتوا ليش ما تسمونها جائزه لاعبين تحت 21 سنه؟ ريان على فكره ريان لاعب صار له فتره في الفريق الاول في نادي العين ولاعب متميز صراحه بس تتعرف انه يكون متواجد في فريق مثل نادي العين اصعب من الانديه الثانيه تواجد بالدوري طيب بس اثبت نفس السنه بتعلنون اسماء اللي صوتوا بعد التصويت؟ منو قصدك اللي صوتوا؟ اللي المشاركين يعني اسماء الكباتن المدربين ما نعلن اسامي نحن نعلن النادي ايه بس انت ليش معروف كابتن فريق ومدرب يعني لا هم مين اختاروا؟ مين اللي اختاروا؟
ممكن ما احنا بالنسبه لنا عادي عنده بس نقدر نعلم. نحن نتمنى ان نشوف اوز بس اقول لك ما فيها شيء احنا عندنا الحمد لله شفافيه ومصداقيه وكل شيء يعني. عشان كذي نحن نطلب منكم كثر ما نقدر. انا قلت لك احنا اسسنا النظام هذا على اساس انه يكون عندنا رد على اي اختيار اخترناه، وعلى فكره كل الترشيحات رشحها 90% اللي رشحها من نفس اللي اختارهم كمبيوتر سبحان الله يعني الرأي الفني والكمبيوتر انا برويها بعد البرنامج يعني اوكي يعني انت في اختلاف كشفت لنا اللي هم ما طايق 90% اوكي ما في اختلاف بسيط هذا دليل هذا دليل اختيار العشرة في النهايه ان التوجه واحد. عاوز اقول لك ان الفتى الذهبي كمان اسامه انا شايف ان في جيل جديد كويس بالنسبه للكره المصريه. بتتكلم على احمد الشمس محمد الشمس حارس مرمى احمد رايش كويس جدا زايد العمري تذكر الولد ده بتاع الجزيره من احسن لعيبه لعيب كويس جدا جدا ولو خد وقت مع الجزيره هيبقى احسن من لعيبه كتير جدا. عندك كمان العكبري علي صالح جاسم يعقوب عمر سعيد مجد سرور لا اختيارات كويسه جدا بالنسبه للاعبين صغار السن وده يمكن الكمبيوتر اللي نجح فيه في الاختيارات هو اللعيبه بتاع الفتى الذهبي الكمبيوتر نجح في دي بس كابتن خالد تعرف التحسين وين يكون في المعايير نفسها هي قابله للتحسين. الحلو في الموضوع ان احنا ندرس شو السلبيات ليش اللاعب الفلاني ما اختاروه نضيف المعيار اللي اثر على اللاعب هذا على اساس ان احنا نحسن من الخدمه ان شاء الله. وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنه دوري المحترفين نحن دائما نسعد لما تكون موجود معنا ونشكرك على تجاوبك المستمر شكرا جزيلا لك. قبل ان نفتح ملفنا الاخر مشاهدينا الكرام نتوقف مع جديد الاخبار تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز والذي جاء قبل المراحل الاربعه الاخيره وذلك بعد خساره المنافس الوحيد للسيتي مانشستر يونايتد امام ويست بروميتش البيون بهدف وحيد ليفوز السيتيزن بلقبهم التاريخي الخامس. هذا اللقب الذي يعد الاول للسيتي مع مدربه غوارديولا على صعيد دوري البريمير ليج والفوز هذا الذي حصل بعد ان خسر مانشستر يونايتد المطارد المباشر من ويست بروميتش البيون بهدف نظيف. ألف مبروك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي وألف مبروك لمعالي خلدون خليفة المبارك رئيس مانشستر سيتي ولكافة عشاق مانشستر سيتي في الإمارات وفي الوطن العربي وفي إنجلترا دون أدنى شك بطولة تحصل عليها السيتي خالد بعد أسبوع كان صعب جداً في دوري الابطال وحتى في الدوري المحلي. اسبوع كان شاق جدا على بيب جوارديولا ولكن طبعا الفوز بالبريمير ليج ده تتويج لعمل جوارديولا عمل كبير جدا كان في ناس كتير جدا اسامه في الكره الانجليزيه وعلى مستوى العالم ما كانش عندهم اقتناع ان ممكن بيب جوارديولا يعمل كره القدم بتاعته اللي نفذها مع البايرن ميونخ اللي نفذها مع برشلونه في الدوري الانجليزي نظرا لفرق السرعات الكبير جدا ولكن اعتقد ان نجاح بيب جوارديولا انه يفوز بالدوري قبل فتره كبيره جدا كان ينقصه فقط لغير الترشح الى دوري ابطال اوروبا سيمي فاينل ولكن طبعا السنه الجايه ممكن نشوف مانشستر سيتي افضل. خالد شكرا على وجودك معنا نورتنا في ابو ظبي اليوم. فاصل مشاهدينا نقلب من بعده بقيه اوراقنا انتظرونا. الخبر وما وراءه السطور وما بينها الصورة وتفاصيلها النجوم وحكاياتهم الحدث وأبطاله من ملاعب الكرة إلى ميادين السباق الملحق الرياضي لصحيفة الاتحاد متعة الصحافة الرياضية تتصفحها كل صباح الألعاب النجوم والأحداث محلياً عربياً وعالمياً رؤية جديدة من ملاعب الرياضة نضعها بين أيديكم مجموعة من الأقسام والصفحات الرياضية المختصة ومقالات لأشهر الكتاب في العالم العربي نقدم لكم محتوىً متنوع شامل لكل ما يحدث في عالم الرياضة ملحق الاتحاد الرياضي لصحيفة الاتحاد ستعيش الرياضة بكل تفاصيلها الاتحاد مصدرك الأول
لبطولة كرة القدم الأقدم في تاريخ إسبانيا. برشلونة الفائز في المواسم الثلاثة الماضية، وإشبيليا وصيف 2016 يتنافسان للفوز بالكأس الملكي وإحدى أهم البطولات في كرة القدم الإسبانية. نهائي كأس ملك إسبانيا، برشلونة وإشبيليا في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. مباراة ذات عناوين خاصة بعيدة عن اللقب ولا شأن لها في صراع الهروب من الهبوط، هي منافسة أهل المنطقة الدافئة لدور الخليج العربي. الجزيرة يستضيف الشارقة في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. العاصمة أبوظبي تحتضن الحدث العالمي الأبرز، بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. تغطية مفصلة، أهم الأخبار، التقارير واللقاءات مع ضيوف البطولة والمسؤولين. كل ما يدور في الحدث من تفاصيل يأتيكم من خلال برنامج ليالي الجوجيتسو على أبوظبي الرياضية. خلال رحلة الصيد بالصقور في صحراء باكستان عام 1979، قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وعدد من المرافقين بتتبع طيور القنص وممارسة الهواية المفضلة بالنسبة له، والتي كانت في فترة من الفترات مصدر قوت يومي تحتاج من صاحبها الحكمة والصبر. وهذا ما سعى الشيخ زايد إلى غرسه في أبنائه وشعبه. أهلا بكم من جديد في أبوظبي اليوم، ورحب بمن سيرافقني فيما تبقى من حلقة الليلة، زملاء الأعزاء محمد العامري، أهلا وسهلا فيك محمد. أهلا وسهلا. وسهيل عريفي، أهلا وسهلا فيك سهيل. نقاطنا في أبوظبي اليوم الذين نفتح معهم المحمر القادم في هذه الحلقة، حيث شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لجنة لمتابعة تنفيذ قراراته برئاسة سعيد حارب نائب رئيس المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة. تقوم اللجنة الجديدة بالاطلاع على محاضر اجتماعات المجلس قبل الاعتماد ومتابعة قراراته والتأكد من تنفيذها من قبل الأمانة العامة للهيئة، وإعداد تقارير نصف سنوية بإنجازات المجلس المرتبطة بقراراته، وإصدار تقرير سنوي للمجلس حول الإيجابيات والسلبيات وتحديد وتشخيص المعوقات التي تحول دون تطبيق القرارات، واقتراح الحلول الناجعة للتنفيذ بالتنسيق مع لجان المجلس. جاء ذلك بعد اجتماع الهيئة يوم أمس في دبي. اجتماع الهيئة الذي دام أكثر من 3 ساعات تضمن العديد من الملفات نتعرف عليها من خلال اللقاء الخاص ببرنامج أبوظبي اليوم مع الأمين العام لهيئة الرياضة سعادة إبراهيم عبد الملك. المهم
المواضيع الرئيسية اللي تم استعراضها في اجتماع مجلس الإدارة اليوم كان من تقرير قدمته الدكتورة ريما الحسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، استعرضت فيه أمام المجلس لدور اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وأهمية هذه اللجنة، وأيضا الخطة الاستراتيجية للجنة واحتياجات اللجنة والتحديات اللي تواجه هذه اللجنة ومتطلبات المالية والإدارية والتنظيمية المطلوبة لقيام اللجنة بأداء دورها على أكمل الوجه، أيضا حتى نحافظ على مركز الدولة في تصنيف اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات. بعد ذلك أيضا المجلس استعرض تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة، واللي طبعا انتهى في 31/12/2017، واستعرض المجلس الملاحظات الواردة في تقرير الديوان، وأيضا استعرض ردود الأمانة العامة على ملاحظات الديوان، ووجه الأمانة العامة بدراسة بعض الردود القانونية حول هذا الأمر لاستعداد لرفعه إلى الديوان. أيضا المجلس استعرض موضوع اتحاد السباحة والمديونيات اللي حتى الآن لم يتم تسويتها مع الاتحاد السباحة وبقية المؤسسات المحلية، وأيضا الاتحاد الدولي للسباحة. هناك مستحقات الاتحاد الدولي للسباحة يطالب بها الاتحاد المحلي للسباحة، نظير إلغاء الاتحاد الإمارات للسباحة لبطولة من بطولات العالم اللي كانت مندرجة واللي كانت معتمدة من قبل الاتحاد الدولي. ووجه المجلس بضرورة التواصل مع الاتحاد الدولي للسباحة في سبيل تسوية هذه المديونية. وبالإضافة إلى أن المجلس شكل لجنة قانونية لدراسة كل ما هو متعلق بالمديونيات اللي حتى الآن لم يتم تسويتها مع بين الاتحاد الإمارات للسباحة وبقية المؤسسات الأخرى. الاجتماع يمكن استغرق وقت 3 ساعات، في مواضيع كثيرة، في مشاكل ثانية نحن نبحث عنها والشارع الرياضي أيضا يبحث عنها، مثل اتحاد ألعاب القوى، مثل ما ذكرت الحين اتحاد السباحة، المواضيع هذه وين وصلت؟ موضوع اتحاد ألعاب القوى، المجلس اطلع على التقرير أو الخاص باللجنة المشكلة برئاسة الأخ عبد المحسن الدوسري للموضوع، وارتأى المجلس بدراسة هذا التقرير، وتم تحويل لكل إخوان أعضاء مجلس إدارة الهيئة استعدادا لمناقشته في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة، واللي بيكون تقريبا خلال أسبوع بإذن الله. موضوع المنشطات دخلت فيه أنت، بس نحن بنتعمق فيه أكثر، عندنا سانتو، عندنا إلهام، المواضيع هذه وين وصلت؟ نبغى نعرف اللجان اللي تم يعني تخصيصها للمواضيع هذه وين وصلت؟ موضوع اتحاد الألعاب القوى من ضمنهم اللي هو موضوع مال اللعبة بتيت، واللجنة توصلت إلى مجموعة من التوصيات، هذه التوصيات بتعرض على مجلس إدارة الهيئة في الأسبوع القادم بإذن الله لاتخاذ القرار المناسب وفق التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة المشكلة لذلك. قاعدين نشوف مشاكل كثيرة قاعد تصير خاصة في اتحاد الألعاب القوى، وين بتوقف المشاكل هذه؟ يعني هل الحل اللي شفناه من خلال الجمعية العمومية الماضية، يمكن أغلب الأعضاء كانوا موجودين ومش موجودين، دور الهيئة وين على الموضوع هذا؟ أتفق وياك أولاً، ويؤسفني أن نحن نرى كل هذه المشاحنات موجودة داخل مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى. الآن كنت أتمنى أن هذه المواضيع تحسم وننتهي منهم داخل الجمعية العمومية. نحن لا شك أن هذا الاتحاد اتحاد منتخب، وفي الهيئة دورنا دور رقابي، فنحن لا نتدخل في مجالس إدارات الاتحادات المنتخبة إلا إذا كان هذه المجالس يعني قامت ببعض أو اتخذت بعض القرارات أو قامت ببعض
الأفعال اللي لا تتماشى مع المصلحة العامة، لذا ممكن الحكومة تتدخل. حتى لا نتهم أن الحكومة تتدخل في عمل الاتحادات الرياضية المنتخبة، لذا كنت أتمنى أن الخلاف الموجود داخل أعضاء مجلس الإدارة أو بين أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد الإمارات لألعاب القوى أن هذه الخلافة تحسم داخل الجمعية العمومية وتطرح على الإخوان أعضاء الجمعية العمومية ونلتزم بالقرارات. لكن للأسف الشديد أحيانا مثل ما تفضلت الجمعيات العمومية لا تقوم بدورها على بالشكل المطلوب. اليوم الجهة والمرجعية القانونية لأي اتحاد منتخب هي الجمعية العمومية، ونحن في الهيئة لا نتدخل إلا إذا الأمور وصلت إلى حدها النهائي وليس هناك آلية أو الحل لهذه المشاكل من قبل مجلس إدارة أو الجمعية، هنا نحن نتدخل. وإذا كانت هناك مخالفة جسيمة تمس بالمصلحة العامة نتدخل، غير عن ذلك نترك الأمر للجمعية العمومية اللي أتمنى عليهم دائما يكونون أكثر فاعلين. الآن إذا هناك خلاف داخل الأسرة يجب أن تنحل هذه الخلافات أيضا داخل الأسرة الواحدة. المشكلة أن مجلس إدارة الاتحاد الإمارات لألعاب القوى فيهم مجموعتين، المجموعتين متضادتين تماما ووفقا لمصالح أيضا ضيقة، يعني للأسف الشديد المصالح ليست مصلحة مصلحة عامة. لا أتهم طرف على لصالح طرف آخر، الكل. لذا كنت أتمنى أن وعقدتنا أكثر مرتين اجتمعت مع بعض الأخوان أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى وقلت لهم خليكم صريحين مع بعض، افتحوا قلوبكم لبعض وقعدوا وسووا وصفوا الأمور وصفوا النفوس داخل المجلس حتى أن الموضوع لا يؤثر على دور وأداء المجلس خارجيا. لكن للأسف الشديد الأمر حتى الآن لم يحسم، وكنت أتمنى أن يحسم في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية، لكن واضح أنه ما زالوا مصرين على الاتجاه بهذا المسلك الغير مرغوب فيه. الهيئة لا تميل لأي طرف من الأطراف أبدا، الهيئة دائما تسعى إلى المصلحة العامة. وين الهيئة أيضا تراعي قضية أن ما نبغي باكر تحسب على الحكومة أن هناك تدخل حكومي لصالح طرف أو لآخر حتى نتفادى أي مشاكل مع المنظمات الرياضية الدولية. لذا نحن مثل ما قلت لك ما نتدخل في عمل الاتحادات الرياضية المنتخبة إلا إذا لقينا ما هناك أي حل للموضوع. كنت أتمنى أن أولا هناك أكثر من خيار، ما أدري الإخوان أعضاء مجلس الإدارة سواء الآن الفريق ما نقول حزب المعارضة أو حزب هذه الحزب، يعني إذا أنت مقتنع ممكن هم يقدمون استقالتهم. أنا قلت له الكلام، أحيانا بعض الأمور يعني صعب أن الواحد يتخذ بقرار. يعني مثل مثال أعطيكم، يوني أنا ثلاثة من الإخوان ويرشوا وياي وقالوا لي أنه في قرارات متخذة ونحن ما عندنا علم بيه وما عندنا أي شيء. طلبت من أوكي ما عندكم علم نشوف من حين نتخذ الإجراء، طلبت محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وإذا بيفاجأ أن الثلاثة اللي هم يقولون نحن ما عندنا خبر موقعين على المحضر. أين الشفافية وأين المصداقية في هذا الأمر؟ وين الصح وين الغلط؟ القضية قضية فقط يمكن تعارض مصالح فردية، تعارض مصالح شخصية داخل الاتحاد. أنتوا الآن إذا رئيس الاتحاد تشوفون أن رئيس الاتحاد مب الشخص الكف اللي قادر يدير العمل، يا أخي ادعوا للجمعية العمومية من خلال أعضاء الجمعية العمومية واسحبوا الثقة من رئيس الاتحاد، الأمر بسيط جدا. لكن نحن كهيئة كحكومة ما نقدر نتدخل في بأن نحن نحل مجلس إدارة هذا الاتحاد، ولا لأنه بيعتبر بعد ذلك أنه هو تدخل حكومي. لكن صاحب السلطة المطلقة في الموضوع الجمعية العمومية، ادعوا الجمعية العمومية واسحبوا الثقة، هذا أمر بسيط جدا. وطرحت عليهم هذا الأمر لكن ما أدري حتى الآن
الأمور بعد في كأن الأمور لم تسوى بينهم بين بعض. بس الشارع الرياضي حاليا قاعد يقرأ في الصحف في الـ في الـ في الأماكن في السوشيال ميديا أن أحمد الكمالي خلاص أيامه أصبحت معدودة، ويمكن أنتوا عندكم خلفية بالشيء هذا وسمعتوا بالشيء هذا. أنا قريت توصلتك حتى في السوشيال ميديا، القرار قرار للجمعية العمومية وقرار لأحمد الكمالي شخصيا، يا أما الاستقالة تكون بمبادرة شخصية من أحمد الكمالي أو قرار يكون من قبل الجمعية العمومية بسحب الثقة من أحمد الكمالي. نحن نبغي أن الإجراء لازم يكون إجراء قانوني، يعني لا يستند إلى تدخل حكومي ولا يستند إلى أهواء أشخاص، إنما يكون الإجراء قانوني حتى باشر لا نحاسب على القرار اللي اتخذ. عشان كذي حتى من البداية أقول لك أن المسألة مرتبطة بالجمعية العمومية أو صاحب الشأن نفسه ويقدم استقالته، وبالتالي الأمور تأخذ مجراها الطبيعي ويتم استدعاء دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي والانتخاب البديل. لكن في نهاية الأمر مثل ما يقولون الكرة في ملعب الجمعية العمومية، وأتمنى أن الجمعية العمومية يكونوا على مستوى من المسؤولية. اليوم اللي صار غريب، أول مرة نشوفه أن يكون في اجتماعين في الهيئة، اجتماع مجلس إدارة وبعدها اجتماع مع الأمانة العامة والمجلس الإدارة. لا ما كان في اجتماع، كان قبل اجتماع مجلس الإدارة كان الرئيس يرى أنه يبغي يقعد بروحه مع الإخوان أعضاء مجلس الإدارة، وهذا من حق الرئيس أنه يختار الطريق اللي هو يريد يعني. لكن الاجتماع الرسمي هو الاجتماع مجلس الإدارة بكل أعضاء والأمانة العامة، لكن الرئيس يريد أن يعني يعقد اجتماع مع مجموعة مع الكل، ما هذا من صلب اختصاص الرئيس ومن حقه. هذا كان الحديث الخاص بأبو ظبي اليوم، والذي أجراه الزميل حمد الظاهري مع سعادة إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، والذي توقف فيه عند الكثير من الأمور. لكن أول النقاط التي نبدأ الحديث عنها عن هذا الاجتماع هو تشكيل لجنة متابعة القرارات في هيئة الرياضة. مدى حاجتنا لهذه اللجنة وما الذي ستضيفه لواقع العمل الرياضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أول حاجة نحن نشكر أبو محمد سعادة إبراهيم عبد الملك على شفافيته الكبيرة اللي كانت موجودة اليوم، واللي من زمان يعني نحن افتقدناها بصراحة في الفترة الأخيرة. أنا بالنسبة لي لما أقرأ وأشوف أن في تشكيل لجنة متابعة لمتابعة قرارات مجلس الإدارة، أتمنى أن ما تتداخل ولا تتضارب مع الصلاحيات المنوطة إلى الأمانة العامة نفسها، لأن اليوم على حسب القانون والمرسوم اللي صادر بتشكيل الهيئة، الأمانة العامة هو دورها الأساسي اللي هي عملية متابعة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها. تفهم من هذه اللجنة أنها تحجم أو تقلص من أدوار الأمانة العامة والأمين العام؟ أنا اللي قلت أن اليوم في أدوار منوطة موجودة هذا اللي نحن نشوفه، لأن اليوم هذا دور الأمين العام وجهاز الأمانة العامة من الأمين العام والأمانة المساعدين والجهاز كامل اللي موجود التنفيذي، هو دور عملية متابعة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها في الوقت المحدد. فعملية أن تكون في لجنة متابعة للتأكد، أعتقد يعني أنا أتمنى أن ما تتضارب مع مهام الأمانة العامة. هذا أول شيء بخصوص تشكيل لجنة المتابعة. يعني كيف ممكن تكون أدوارها اللجنة هذه؟ والله أخوي أسامة، شوف اللجنة للأمانة يعني خلنا نتكلم بكل صراحة، واضح أن ما في رضا على دور الأمانة العامة في الهيئة. اللجنة شكلت، أعتقد خلنا أول شيء في البداية نقول أن الهيئة مجلس إدارة جديد، واجتماع صار له أعتقد هذا يمكن رابع اجتماع إذا ما خانتني الذاكرة، فربما أن في خلال الاجتماعات السابقة الأربع السابقة لم يقدم لهم شيء يعني يستحق أن يقدم من أمانة عامة كأمانة هيئة الرياضة في دولة الإمارات. فبالتالي أعتقد لما وضعوا أو واجتمعوا الاجتماع الأول والثاني ما في شك أنها صدرت قرارات، قد تكون هذه القرارات يعني إحنا الآن
نفسر احنا ما عندنا الاسباب من الهيئه، ولكن قد تكون القرارات اللي طلعت في سواء كان الاجتماع الاول او الاجتماع الثاني او الاجتماع الثالث الى اليوم لم يتم متابعتها. فهذه اعتقد انها نوعا ما تقدر تقول نغزه او سمها ما شئت، نوع من اللوم والعتب على الامانه العامه وعدم الرضا على ما تقوم بالامانه العامه في الفتره البسيطه اللي كانت فيها الهيئه. ويعني بحكم الفتره اللي قضوها الاخوه في الامانه العامه سواء كان ابو محمد سعاده بن عبد الملك، يعني اللي كل الشكر له على الفتره اللي قضاها، الفتره الطويله، ما في شك انه لديه الخبره الكافية اللي تعطيه أنه يوصل له المسج هذا من مجلس إدارة الهيئة. شو فحوى المسج؟ يعني فحوى المسج أنه في عدم رضا على أنا اللي فهمته واللي أنا أشوفه واللي نعرفه من خبرتنا البسيطة الإدارية، بما أنه شكلت لجنة لمتابعة قرارات المجلس لدى الهيئة، مثل ما قال لك أخوي محمد ومثل ما الكل يعرف أن هذا دور الأمانة العامة. يعني أنا محمد كان دبلوماسي يعني، وأنا كنت واضح أكثر، أنت كنت صريح أكثر. فأقول لك يعني أعتقد أن يعني هذا المسج كنت أتمنى أن يكون في توضيح أكثر للآلية أو ليش تم تشكيل لجنة، ولكن نحن فهمناها بهالطريقة. إيه طيب ليش ما نفهمها بطريقة ثانية، أن هذه اللجنة موجودة علشان القرارات تكون متابعتها بفريق أكثر مما أنها تكون منوطة بس بالأمين العام، توسيع دائرة الرقابة عوضا عن أن تكون حاضرة فقط من جانب موظف الهيئة. هو اليوم يعني بعد لما انا مدحت الاستاذ ابراهيم عبد الملك في عمليه الشفافيه الكبيره، وبصراحه يعني انت شكلك متفاجئ من صراحه ابراهيم عبد الملك، يمكن للمره الاولى انه بالفعل يعني ابو محمد وكمسؤول رياضي انزين انه يعني يصرح بالصراحه التامه هاي، خاصه على الاحداث اللي حصلت في اتحاد العاب القوه في اتحاد السباحه. اذا برجع شويه الى اتحاد السباحه، اتحاد السباحة أيضا هناك عتب ولوم يقع على الأمانة العامة للهيئة، بغض النظر من اللي موجود يعني سعادة إبراهيم عبد الملك أو غيره. نحن نتكلم على أن الاتحاد القديم وين موطنه بالضبط مكمنه. اليوم نحن نتكلم على قضية اللي هي القضية اللي موجودة اللي تم تداولها، اللي هي القضية المالية والديون اللي على الاتحاد. مع العلم بأن الاتحاد القديم خلنا نقول أنه طلع ويا اتحاد جديد، صحيح، وكانت في عملية استلام وتسليم بين المجلسين بوجود الأمانة العامة. كان من المفترض لا بس أبو سلطان، هل كان في تسليم؟ يعني أنت متأكد من المعلومة؟ اللي عرفنا أنه ما صار تسليم، يعني عشان نكون واضحين أن كيف أنتوا رضيتوا وكيف ما رضيتوا، ما كان في استلام. ما عليه، لما نتكلم بلغة القانون اليوم أتفق معك 100%، أن اليوم جميع يعني ما يصير جميع الاتحادات، كل الاتحادات كنا نشوف الصورة اللي موجودة اللي تجمع بين الاتحاد السابق والاتحاد الحالي، وفي النص يكون الأمين العام للهيئة أو من يمثل الأمانة العامة، شفناها كلنا نحن، صحيح. فالسؤال اللي هل شفت صورة أنت الثلاثي والسماحي؟ ما شاف، بس هو عنده يقول، هو يقول لك على القانون، كلامه صحيح. انا اقول على القانون ان حتى اليوم جميع الاتحادات اليوم مو قاعده تمشي على انظمتها الاساسيه، قاعده تمشي على اللائحه التنفيذيه للهيئه، واللائحه التنفيذيه للهيئه عنده موجود بنود واضحه تقول ان لابد من وجود عمليه الاستلام والتسليم. فاذا لما نتكلم على الامر هذا ايضا تلام عليه الهيئه بحكم، وليش بعد استاذ اسامه؟ ان كلنا نحن قرينا على سبيل المثال في اليومين اللي فاتن مجلس دبي الرياضي على سبيل المثال، وعملية أن لا للديون، من الأمور الجميلة اللي قاعدة تحصل الحين يعني من خلال المجالس الرياضية سواء مجلس دبي، مجلس أبوظبي، مجلس الشاردة، أن أنت اليوم كمجلس إدارة موجود في أي نادي من الأندية، مش عملية أنك أنت بتخلق دين على النادي هذا وتقول اليوم الثاني أن أنا بقدم استقالتي واطلع. أنت ما تعمل براءة ذمة إلا إذا سددت كل الدين اللي موجود عليك. إذا فترة تخلصت وعليه دين. من الأساس أصلاً المفروض أنك أنت ما توصل للدين. ممتاز. أنا أعتقد شفت تكملة اللي كلام أبو سلطان، أنت اليوم أنا داخلياً داخل الإمارات أتفهم أي خطأ أو أي تقصير، ما دام الوضع داخل عندنا. نحن عندنا نروم نعدل، نروم نحاسب بعض،
نروم يعني نسأل بعض نشيل بعض. إيه بس هذه مش آلية. لكن أنا أقول لك لا يعني أتفهمها، لكن بما أن الموضوع وصل إلى الاتحاد الدولي للسباحة واليوم الاسم الإمارات بأن أنت عليك غرامات من الاتحاد الدولي للسباحة بسبب أنك أنت ما نفذت الشراطة. السؤال اللي تكملة لكلام أبو سلطان، الاتحاد السباحة كيف راح للبطولة بدون موافقة الهيئة؟ هل الهيئة على علم أو ليست على علم؟ من المفترض أن أنت أي استضافة لأي بطولة دولية وفي تحمل فيها اسم وتمثل الدولة، من المفترض أن الهيئة على علم وأنك أنت عندك الضمانات اللي تساعدك في تنفيذ أو في استضافة هذه البطولة. كون الاتحاد يروح يستضيف، ما في شك أن الهيئة كانت على علم حتى لو بالصحف. الهيئة في وقتها في الأمانة العامة متمثلة بالأمانة العامة في وقتها، شو الدور اللي قاموا به لأجل أن يحمون أو اسم الإمارات من أن تطلع عليها غرامات من الاتحاد الدولي؟ يعني أنت اليوم استضفت البطولة، الهيئة كان مفروض أنها تحدد الدولي للسباحة ممكن نقعد شو السالفة، شو الموضوع، شو اللي نقدر نساعد فيه، أو ليش رحتوا بدون أذنة؟ من المفروض في بروسس كان يصير. ولكن أنت هني تلوم منو؟ تلوم اتحاد السباحة ولا تلوم الهيئة؟ أنا ألوم اتحاد السباحة السابق وألوم الهيئة الأمانة العامة للهيئة على عدم أنها ما كان عندها أي ما كان لها دور في 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 هذا الجانب. هذه معلومة ولا هذا اليوم احنا في معلومه نقولها ان في دين في مديونيه دوليه فنحن نحلل المديونيه الدوليه كيف جت. اي بس هل الاتحاد السابق راح خاطب الاتحاد الدولي من دون ان يخاطب الهيئه او من دون ما يشرك الهيئه في العمليه هذه في عمليه طلب الاستضافه؟ اذا اخذناها من الجانبين فهل الهيئه تتحمل من الجانبين؟ اذا كان خاطب الهيئه وانسحب من البطولة والهيئة ما قامت بمساندته واستضافة البطولة وحماية تداول اسم الدولة بشكل غير لائق فتتحمل الهيئة. طيب. وإذا كان راح من وراء الهيئة والهيئة ما سوت أي ردة فعل في وقتها يتناسب أو يساهم في نجاح البطولة أو حل الموضوع بدون أن يصل إلى ما وصل إليه، بعد تتحمل الهيئة. ما في شك اتحاد السباحة السابق أنه أخطأ، ما في شك، لكن شو الدور اللي بما أننا نحن اليوم نرمس على الهيئة، شو الدور اللي قامت بالأمانة العام؟ طيب علشان هذه الحالة ما تحضر مرة ثانية، شو اللي مفروض يصير؟ هو على فكرة بس بسرعة بعد خلنا نقول الدين اللي موجود على اتحاد السباحة السابق بند من اللي هو البطولة الدولية 25% خلنا نقول من قيمة الاتحاد الدولي ومليونين ونص على مؤسسات في الدولة. يعني لما نتكلم على الجزء الآخر يعني لن نترك يعني ناخذ بس جزء. أنا أسأل شو اللي مفروض يصير علشان كدروس مستفادة يقول لك والله أنا مديون يعني ويروح يحط فواتيرة عند الهيئة. أنت لما تتفاجأ أن على سبيل المثال أجور اللي هم الحكام تم استلامها من الاتحاد السابق ولم يتم تسليمها للحكام وأصبحت كنوع من الدين، إذن هني لابد من وجود لما نتكلم على هني المتابعة والرقابة اللي موجودة من الجهة الأعلى اللي هي متمثلة في الهيئة بحكم أنك أنت اللي قاعد تصرف الفلوس هاي. فكان من المفترض أن اليوم لابد من الدروس المستفادة. يا أخي شو اللي يمنع أني أنا أخذ كشف بأسماء الحكام هذيل اللي موجودين وأتأكد أن موجودين في سين من البطولات وكم عددها والتحويل المالي بدل ما أني يتم من خلال الهيئة إلى الاتحاد المعني أني يروح على طول على حساباتهم؟ نحن في بداية الحلقات من أول تشكيل الهيئة كنا نتكلم عن واجبات الهيئة وطرحنا هذا الموضوع اللي هو الربط المالي بين الهيئة والاتحاد. أنت تعرف اليوم أن أي رئيس اتحاد بتوقيع ثاني مع أي عضو مجلس إدارة حسب الصلاحية وسلم الصلاحيات الموجود يقدر يصرف كل المبلغ اللي موجود في الحساب بدون أن يرجع للهيئة. فنحن يعني يقول لك يعني حرص ولا تخون. صحيح. المفترض أن اللوائح والقوانين أن الهيئة تكون طرف في أي مبالغ لسقف معين يتم صرفه من قبل أي اتحاد. طيب إبراهيم عبد الملك تحدث عن الحالة التي يعيشها اتحاد ألعاب القوى والعلاقة الشائكة بين أعضاء وبين أعضاء الجمعية العمومية وطرح الخيارات اللي الكل يعرفها. جمعية عمومية تطلبها الأندية، استقالة الأعضاء المختلفين مع رئيس الاتحاد أو أن يقدم رئيس الاتحاد المستشار أحمد الكمالي هو استقالته. أي السيناريوهات الثلاثة تشوفها أقرب للحصول؟ ولا واحد منها. ولا واحد لعدة أسباب.
نبدأ من شو أول حاجة، الجمعية العمومية ما بتتحرك، هذا رقم واحد. ليش ما بتتحرك؟ ما بتتحرك. ليش تتحرك؟ اليوم 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 نحن نتكلم على واقع ولا نتكلم سياسة؟ إذا نحن هني في البرنامج إيه؟ طلعوا معانا على الأقل 11 نادي أو 13 نادي والجميع قال لك نحن بنسحب الثقة و إيه؟ في النهاية رسمياً ما حد أرسل غير 4 أندية إيه؟ فنسكر موضوع الجمعية العمومية، ها رقم واحد. طيب. إذا ناخذ الجمعية العمومية أوكي. لأن هي تعتبر الحلقة الأضعف إيه؟ هذا رقم واحد. لما ني إلى رئيس الاتحاد واللي أعلنه قبل يومين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الأجهزة المقروءة الإعلامية المقروءة أن أصلاً يا سعادة المستشار أنت كملت فترتين أصلاً على حسب اللوائح والقوانين ما يحق لك أنك تترشح لفترة ثالثة، فنسكر الموضوع هذا. يعني ما في شيء يخوفك أنك تستقيل يعني؟ أوردي أصلاً أنت طالع رقم ثلاثة. لما نيل الأعضاء اللي كل حد ينادي أن يستقيلون، هم يقول لك إذا أنا استقلت الاتحاد ما بينحل، بل العكس أنا بمكن رئيس الاتحاد اللي أنا عندي معاه خلاف أنه يجيب الأعضاء الاحتياط اللي أصلا من الأساس كان يباهم يكونوا موجودين معاه في الاتحاد، فبتظل العملية مثل ما هي. والله يا أخي شوف، أنا صراحة عيبني تحليل أبو سلطان، درس الحالة بشكل يعني لأن عايشينها معانا يعني. لكن نحن أكثر ناس نشتكي من اتحاد. لكن أخوي أسامة شوف، بما أن الثلاثة ما عندهم حل نترك رياضتنا؟ ما هذا هو يعني. أوكي الآن دور الهيئة شو اللي مفروض الهيئة تسوي؟ أنا أقول لك إبراهيم عبد الملك يقول لك أنا هذه الحلول اللي القانون الرياضي العالمي موجدينها لي لهذه المشكلة. أي تدخل من الهيئة يعتبر تدخل حكومي، يكون تدخل حكومي يعني. شوف أسامة أنا بقول لك شيء، ما أنا في أنا ما أنا والله شو اللي عندي في إيد الهيئة أنا تسوي؟ عندي تحفظ بسيط يعني، أتمنى أن هذا الكلام نحن نتكلم اليوم في الإعلام، وإذا تدخلت الهيئة أوكي إذا راح يكون تدخل حكومي، وشرحنا في السابق أن التدخل الحكومي شو القصد منه وشو اللي يعني مطلوب من في هذه الحالات. لكن خلنا نتكلم اليوم كإماراتيين يعني كبلد اليوم، هل نحن نترك لعبة أو اتحادنا أو سمعة الإمارات للروح نقول لك والله ما في حل خلاص اتركوهم؟ لا بد أن يكون في حل. ما نحن نسأل شو هو الخيار البديل في حال أن الحلول الثلاث هذه المتوفرة غير قابلة للتحقيق بناء على قراءة أبو سلطان وأنت تتفق معه، شو الخيار البديل؟ الخيار البديل الهيئة. أنا أقول لك الهيئة تتدخل، الهيئة تجتمع مع مجلس الإدارة اجتماع موحد، وقلناها في السابق الهيئة أنا أعتقد شوف الهيئة ممكن تكون هذا أدفانتج كبير لها بوجود معالي محمد خلفان، الكل يقدر له، الكل يقدره، الكل يحترمه، والكل يسمع له. أنا أعتقد الأمانة اليوم الأمانة العامة بحكم تصريحات سعادة عبد الملك أن ما وجدوا حل وأن ما في حل. ممكن يتدخل مجلس الإدارة الهيئة ويقعد مع الاتحاد، أما أن يعني يكون في خطة عمل للعمل ونبعد عن الأشياء الجانبية والأشياء الخاصة، أو الاتحاد قدم استقالتك. يجبره يقدم استقالة؟ يا أخي هذا الكلام أنا أقول لك هذا أسامة لا يمكن تترك أمور بهذا الشكل. يعني معقولة أنا أترك اتحاد يا أخي في لها حل؟ أنا أتكلم بكل أمانة وكل وضوح، المسؤول ما يقول هالكلام، أي شخص مسؤول، أنا أتكلم بحكم شخص ناقد، لابد أن يكون في حل بطرق رسمية بطرق غير رسمية. لا يمكن أن أترك اتحاد بهذه الطريقة، لا ما يقدر أن يجد حل، يقول لك لا بيستقيلون ولا الرئيس بيستقيل وفي مشاكل بينهم ولا في عمل ولا يعني كل هالكلام اللي سمعناه. والهيئة بمتمثلة في الأمين العام تعرف بكل هالشيء ويقول لك شو الحل؟ طيب الحل في يدك، الحل لربما تقدمه الأيام القادمة. نحن مشاهدين الكرام ما زلنا متواصلين معكم، فاصل قصير نعود من بعده لمواصلة تقليب أوراق وملفات حلقة اليوم. لكن القليل فقط يتغلب على مخاوفه ويطلق البطل الكامن داخله. رحلة بلوغ القمة طويلة وتتطلب قوة وعزيمة، تحدى نفسك وأطلق البطل الكامن داخلك.
في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. تكريما لذكرى المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من دولة الإمارات أرض الأحلام اللامتناهية. حدث كبير لغاية نبيلة، ماراثون زايد الخيري نيويورك، عمل خيري لصالح مرضى الكلى من سنترال بارك في مدينة نيويورك. معا نصنع التغيير. انضموا إلينا. حدث لنشر الوعي، حدث يعطي الأمل. ماراثون زايد الخيري نيويورك على أبوظبي الرياضية. أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات الخاصة ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستنطلق فعاليات نسختها 10 صباح الغد في واحدة من أكبر وأهم الفعاليات بتاريخ رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم. ونجحت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها 10 باستقطاب أكثر من 9000 لاعب ولاعبة على مستوى العالم منافسة على أرض أبوظبي على مدار 13 يوما في صالة مبادلة أرينا، حيث سيتنافسون من أجل الحصول على أرفع الألقاب وأضخم الجوائز النقدية التي يتجاوز مجموع قيمتها $1,000,000. ينشد العين خطف بطاقة التأهل الآسيوية لحساب المجموعة الرابعة عندما يخوض لقاء هاما غدا خارج حدود الوطن، إذ أن البنفسج يمتلك فرصتين، إما تحقيق الفوز أو التعادل من أجل التأهل إلى الدور الثاني. أما الوصل فإنه يستضيف فريق ناساف الأوزبكي في مباراة تأدية واجب لحساب المجموعة الثالثة، إذ يتذيل الإمبراطور جدول الترتيب دون نقاط. عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعه الدوري في مقر الاتحاد بدبي، إذ اطلع المجلس على برنامج إعداد المنتخب الأول والمعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية للفترة من شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر. وتم الاتفاق على أن يخرج مدرب المنتخب الأول السيد ألبرتو زاكيروني بمؤتمر صحفي للحديث عن برنامجه الإعدادي الخاص بكأس آسيا. أهلا بكم من جديد. يبحث العين غدا عن كسب بطاقة العبور إلى الدوري ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، حيث يحتل المركز الثاني بسبع نقاط من 5 مباريات في المجموعة الرابعة، ويحتاج إلى نتيجة التعادل في مباراته الأخيرة للالتحاق بالجزيرة الذي كان قد ضمن تأهله مسبقا لثمن النهائي عن المجموعة الأولى. لأنه العين لن يعود بغير الفوز من ملعب الريان، ولأنه الكبير لن يقف في وجهه من كان، العين يذهب للريان وإن هو على نقاط المباراة كاملة، رغم أن التعادل يخدم حظوظ تأهله، إلا أن الفريق البنفسجي العريق لن يرضى بغير النصر من ملعب الريان وبلوغ الدور القادم من دوري أبطال آسيا. وإسعاد كل هذه الأمة التي دائما تقف خلف الفريق العينوي من أجل خطف كل الإنجازات محليا وقاريا. العين الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة بعد الاستقلال بسبع نقاط، قدم مباريات متوسطة المستوى في دوري الأبطال هذا العام، فقد تعادل في 4 مباريات وانتصر في المباراة الأخيرة على الهلال السعودي، ولم يخسر أي من المواجهات مع فرق المجموعة، وسجل الفريق 6 أهداف بينما تلقت شباكه 5 أهداف. العين والتأهل كلمتان لن تفترقا هذه المرة وكل مرة، سيكتب بالخط البنفسجي على ملعب الريان علامة النصر العينوية، وسيحضر التأهل بعزم الرجال وهيبة الأبطال. We'll be right back.
الزعيم يوم الغد، كيف تبدو مهمة السيد؟ والله يا أخي شوف، المهمة ليست سهلة، ولكن ثقتنا كبيرة في العين، في وضع العين في آسيا. العين يملك لاعبين على أعلى مستوى سواء كان في المنتخب أو في نادي العين. تقريبا حسم الدوري، بطولة آسيا مختلفة تماما، فرحة الصعود راح تكون مختلفة تماما. صحيح أن عنده غيابات مؤثرة مثل محمد عبد الرحمن وإسماعيل أحمد. محمد عبد الرحمن أفضل لاعب في الموسم تقريبا، وإسماعيل مؤثر في الموسم، لم يتم اختياره في قوائم الموسم، يعني على كلام المحللين وعلى الكلام الفني. لا أنا تعليقا، تعقيبا عليك على متابعته، ولكن من الكمبيوتر. طيب لكن نتمنى إن شاء الله يا رب أن العين يفرحنا. أعتقد العين أمام خيارين، أتمنى أنه ما يذهب لخيار التعادل، خيار الفوز وهو قادر على ذلك. نتائجه وشخصيته راح تظهر إن شاء الله غدا. كلنا تفاؤل في أن يعود العين بالتأهل بإذن الله، وإن شاء الله يا رب أن احنا نفرح باكر. شو اللي يحتاج العين عشان يضمن أموره بكرة؟ نادي العين من محتاج، نادي العين رايح يعني نادي العين اليوم من الأندية اللي عند الثقة الكبيرة اللي موجودة، لكن لابد أن نحن الثقة هاي ما تخلينا نفرط فيها، يعني لا 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 نروح ونحن عارفين أن نحن يعني بنصعد. لابد أن نعمل حساب للفريق الخصم، لابد أن رايحين لهدف واحد مثل ما تفضل ومنصور أن نحن هدفنا اللي رايحين، اللي هي لن نفكر في عملية تعادل، عمل لا، نروح لهدف واحد موجود اللي هو الفوز إن شاء الله. هذا ما نتمناه. نتمنى أن نبارك لزعيم يوم الغد حصد النقاط الثلاث وضمان التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا. في موضوع آخر، أجلت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة البتة في الطعن المقدم لها من لاعب شباب الأهلي دبي حسن إبراهيم، وتم التأجيل لمدة أسبوع، وذلك بسبب عدم اكتمال نصاب الحضور في اللجنة على الرغم من حضور اللاعب ووكيله الاجتماع اليوم. وكان حسن إبراهيم قد تقدم باستئناف على قرار لجنة الانضباط القاضي في مباراتين بخلاف عقوبة الطرد وغرامة 100,000 درهم، وجاءت عقوبة لجنة الانضباط للاعب بسبب تدخل قاسي على لاعب الوصل ليما خلال مباراة شباب الأهلي دبي والوصل في نصف نهائي كأس الخليج العربي. حظ النادي اللي بي. تعليقا على هذا الخبر، ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار سعيد الزحمي رئيس لجنة الاستئناف. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد. مرحبا وسهلا أخوي أسامة، مساك الله بالخير. بالنور والسرور، حياك الله أستاذ سعيد. أنتم متى كنتم مقررين لهذا الاجتماع كلجنة استئناف؟ نحن قررنا الأسبوع الماضي أول ما جانا الاستئناف. إيه، وما هي أسباب عدم اكتمال النصاب؟ والله لظروف نائب رئيس اللجنة واثنين من الأعضاء خارج الدولة، ظروف خاصة، ف يعني اليوم ما حضروا. فطبعا انت تعرف النصاب عشان يكتمل لازم يكون اقل شيء 3 أعضاء موجودين، وللاسف 3 أعضاء مسافرين اليوم فما اكتمل النصاب، وهذا وضع طبيعي. يعني تأجلت الجلسة الاسبوع القادم باذن الله تعالى، وان شاء الله يوم الاحد القادم نشوف شو اللي بيصير بالقضية. يعني هم سافروا قبل تحديد موعد الاجتماع ولا بعد تحديد موعد الاجتماع؟ لا لا، قبل، هم سابرين قبل، عندهم ظروف، لكن احنا ما كنا عندنا خبر انهم خارج الدولة الحقيقة. يعني انت ما كان اذا جينا استئناف نحدد جلسة على ضوء الجلسة هذه نتصل بالاعضاء، لكن للاسف شفنا الاعضاء خارج الدولة، ما قدرنا نخطر النادي بالتأجيل لهذا. النادي حضر اليوم وقدم دفاع عشان ما تعطل القضية اكثر. ايه، قدموا دفاعهم وان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله تعالى بيصدر فيها حكم ان شاء الله. العاده هي الجلسه، جلسه الاستماع هي نفسها اللي يكون فيها الحكم، صحيح؟ لا لا، مو بشرط، لا مو بشرط، قد يكون جلسه استماع بعد ذلك ايضا ممكن يقدم طلب او نحن ناخذ الاوراق للدراسه، مش بالضروره يعني يكون الحكم، حسب ما ترى اللجنه، هل القضيه كامله مكتمله او ان القضيه فيها بعض النواقص نحتاج الى تطوير. احنا ايضا طالبين لقطة المباراة عشان نتأكد من الحادثة والواقعة كيف صارت، عشان نعرضها على الأخوان لما يكونوا موجودين بإذن الله تعالى. وبتطلبون اللاعب يوم الأحد القادم؟ اللاعب أيضا لازم يحضر أو من يمثله قانونه. وهل أعضاء راح يرجعون من السفر بيكونوا موجودين يوم الأحد القادم؟
والله علم الغيب الله اعلم، لكن احتمال ان شاء الله بيكونوا موجودين باذن الله تعالى. اما هذه بعد مساله مهمه، يعني انت واحده من اللجان الفاصله في النزاعات القضائيه، لما ما تكون ما تكون اجتماعاتكم مكتمله النصاب هذا يؤدي في النهايه الى تاخير كثير من المصالح المتعلقه سواء بكل الاطراف. لا 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 اخي، القضيه هي عموما حتى لو لا اجتماع النصاب، احنا عندنا 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 في القانون ممكن نصدر قرار عن طريق التداول، ومسموح انه ممكن عن طريق الاتصال المرئي او عن طريق الاتصال بالاعضاء ونصدر فيها قرار، يعني ما فيها مشكله كبيره. وليش ما فعلتوا هذا الخيار اليوم؟ احنا شفنا ان القضيه محتاجين ايضا الى شريط اللقطه، ما عندنا ما كانت متوفره اليوم. فمحتاجين نشوفها ان شاء الله الاسبوع القادم، نشوف الواقع كيف كانت، تقرير الحكم نطلع عليه، وما في ما في ما في يعني ضروره للاستعجال، ان شاء الله تعالى بنصدر فيها قرار باذن الله تعالى يعني ان شاء الله. طيب يعني ليش ما طلبتوه من قبل الفيديو؟ استاذي الفاضل، هذه اول جلسه هي نعم نحن نحضرها، مش يعني ما في جلسات قبل كذا، كان اول جلسه نحضرها، والفيديو بيكون موجود لو كانوا الاعضاء موجودين، ما في مشكله يعني ممكن احنا نتاخر في الجلسه ونطلب الفيديو. طيب. لكن لعدم وجود الاعضاء قلنا ما عندنا مشكله انها كذا كذا الاسبوع الجاي. طيب. ولو كان الاعضاء موجودين اليوم كان ممكن احنا نطلبها من الامانه بيوفروا لنا، ما في اي مشاكل يعني. طيب انا بعد اذنك عندي سهيل العريفي حاب انه يوجه لك سؤال، تفضل سعاده المستشار. مساك الله بالخير، وعشان الوقت راح اسالك على السؤال على السريع. بما ان انتم ما عندكم حاله الفيديو ولا عندكم الحاله، على اي اساس يتم ايقاف تنفيذ العقوبه؟ لا، تنفيذ العقوبه يا طويل العمر هذا حسب القانون، هناك نص صريح في القانون الماده 14 من لائحه الاستئناف تجيز للاعب ان يتقدم بطلب، وتجيز للجنه ان توقف تنفيذ العقوبه حتى نتاكد من القضيه، هذا امر مستقل عن تقرير الحكم وعن الفيديو وعن حيثيات القضيه، يعني هذه امور من حق اللجنه ان تعطي اللاعب حقه اذا طلب هذا الحق. طيب المستشار سعيد الزحمي رئيس لجنه الاستئناف باتحاد كره القدم، شكرا جزيلا على تجاوبك وهذه المداخله، شكرا لك. اهلا وسهلا بكم. بهذا الملف مشاهدينا نكون قد وصلنا الى ختام حلقه الليله، اشكر نقاد ابو ظبي اليوم محمد العامري وسهيل العريفي، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم انتم على المتابعه، نلقاكم على خير في امان الله.